3 2 1. مرحبا. ايش حابين تقدموا لنا اليوم؟ بدنا نعمل الخشب هذا هناك ناخذ العش ونحطه هنا عشان يبرد البطن. طب ليش كنتوا نقولوا الخشبه؟ عشان الطاووس ينام عليها. جدع يا امير. الطاووس ينام عليها. وايش كمان كنت تسووا؟ بدنا نقول الخشبه، بدنا نقول التاكه هنا عشان ايش؟ يبيض. عشان البط يبيض. جدعان. طيب اول شيء ايش بدنا نجيب؟ هذه الخشبه. طيب يلا اتعاونوا. يلا يا بابا تعاونوا مع بعض. كل واحد يحمل من شقة. يلا يا أبطال، يلا يا شجعان، مين بطل؟ مين البطل اللي حيشيلها؟ مش مشكلة خليهم يطلعوا نرجعهم ثاني. يلا يا أبطال، يلا يا أبطال. مساعدة من صديق؟ مساعدة من بابا؟ تعال. طيب استنى. طيب امسك الكاميرا عشان بابا. استنى. طيب امسك الكاميرا. امسك الخشبة. فكها مين الخشبة؟ مش مشكلة نركبها ثاني. مفتوحة. يلا اطلع. يلا بابا. يلا يا بابا اطلع، ارفعها لفوق. ارفع. ارفع معي يا امير. يلا. امير امير ارفع من هنا. انزل تحت وارفع. يلا يا بابا. يلا جدع جدع جدع. يلا 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 لا جدع جدع جدع. لا استنى استنى. امسك هذه هيك. امسكها يا بابا. امسكها بابا. امسك هذه. استنى انا اقيم هذه. قيم بس انت. انت افتحها افتحها. كمل الاول يا ابن الحلال. خلاص يلا نقولوها على اجزاء. يلا هيا صارت خفيفة. اثبت اكثر من هيك. يلا يا بابا. يلا امسك. لا تخاف من هيك. يلا خذ خذ يا امير امير. خذ. يلا وانا بجيب هذا. هي اساسا مسوسة ولكن محتاجينها. سكر الباب وجيب البطة، راحت على بيتها القديم. بتحن. اوعى تكسر الشجر. انا مشيك في البط. ايه كسرات. ايه كسرات. هيك كسرتها. انت والله ما توقعنا انها تنكسر. والله انكسرت. بعدين نحطها زي هذا. زي الايش؟ اساسا مسوسه. طلع طلع طلع. طب بس اسمع اسمع عشان بدناش نوسخ الارض. هات هات حط هان حط هان شوي عشان ما بدناش نكسر. على هدي هدي انا بدنا نقعد نلعب. لا بدنا نشتغل. لقيت اللي تبعتنا القديمه مطبوعه. والله يا بابا هذه الخشبه لها ذكريات معايا. ذكرياتي. والله يا بابا هذه لها ذكريات كثير حلوه معايا. وينها؟ الدودة اللي بتنخر في الخشب. هات اشوف. هات نربيها. هات نربيها. ايش اسمها هذه؟ دودة. دودة الخشب. بس انها هي هذه اللي بتاكل في الخشبة. ونكون قاعدين وايش بيعمل؟ صح؟ الله. طيب اسمع اسمع. بدنا نجيب اشي ثاني بدل هذا اللي تكسر. فتعال نشوف ايش الثاني. طيب يا بنتي من الخشبة هذه انيه. الله. بدنا جيكسون. ما في. هي هي هذه. ما في جيكسون. جدا؟ تمام خلني افصل مع المتابعين ونشوف ايش بدنا نسوي ونرجع لهم. تمام يا
تمام جماعة الخير، حلت القصة. ايش ايش سوينا؟ حديدة كبيرة. ايها ايها تعالوا فرجينا. فرجينا احنا ايش سوينا. افتح الباب. يلا يا بابا. طبعا حطينا حديدة ماكنة ما ارجع عليها. اشوف ايوه ايوه اطلع 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 تخافش. قاوية كثير كثير يعني الولد حط طقله وما صار لها شيء. تمام هات لي هالجيت، هات لي كم من صندوق عشان نحطه غاد. اسمع هات التنين هدول وبس، هدول التنين هدول هدول هدول. يلا يا بابا. امير امير انت هاتها وحطها في البيت غاد. يلا يا بابا. يلا يا ادم حطها في البيت. اه يا بابا غاد عند البط عشان ايش يبيضوا عليه. يلا يا بابا. جدع 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 ما شاء الله ما شاء الله. خلاص سيبك منها وتعال تعال. يلا بابا بابا. يلا بابا خلينا نخلص. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. يلا يا بابا. يلا ايش ايش صار معك انت؟ طب يلا احملها احملها. ثقيلة ايش اللي دقلها؟ يلا يا بابا حطوهم في الحيطة جوا. اه جوا جوا في الحيطة. يلا يا بابا شوف بيجوا التنتين عرض ولا طول. اذا بيجوش عرض حطهم طول. يلا اشوف بيجوا عرض بيجوا صح. حط التاني اشوف. يلا وش ذهب تقول مصنوعة لإلهم. اطلع اشوف اطلع اطلع. تمام ضايل شوية تظبيطات وحط الحجار اللي كانوا عليهم. طبعا كان عمل رائع من آدم وأمير. آدم يلا بابا عشان تروح المدرسة. كان عمل رائع من أمير، كان عمل رائع من آدم. سوينا اللي هو العشاشة لإلهم وعملنا لهم وقافة عشان يقفوا عليها. فحاليا حنودع آدم وأمير على أساس إن هم هيروحوا على المدرسة. طبعا زي ما قلت لكم انا هاخد هذول الثلاث حجار واحطهم غاد وهخلي لهم هذه لعل وعسى يعني يصير تزاوج ووضع بايض. زي ما شايفين الاشي يعني سهل وحلو والتعاون يعني ما بيننا كان حلو كثير. وبس حبايبي بك بنكون وصلنا لاخر الفيديو. ايش تنسوش تنسوش وضع اللايك والاشتراك في القناة. وهي أحلى شكل لآدم. يلا يا بابا لابس شنطته. يلا حبيبي يلا أشوف. يلا 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 يا بابا سلام سلام يا جماعة. الله يسهل عليكم. روح.